شهد حي الأطلس بمدينة فاس عشية يومه الاثنين حادثاً مروعاً إذ نشب حريق في مجموعة من السيارات المستوقفة بتقاطع شارع الجيش الملكي قرب مقهى بورجو، ما تسبب في التهام النار لخمس سيارات. وفور علمها بالحادث حضرت السلطات المحلية والأمنية إلى جانب عناصر الوقاية المدنية الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة، ولم تسجل أي إصابات بشرية وفقاً للمعطيات الأولية. وفي أعقاب الحادث أشرت النيابة العامة المختصة تحقيقا معمقا للكشف عن أسباب اندلاع الحريق وملابساته، في انتظار الوقوف على ما إذا كان متعمدا أم ناجما عن خلل فني أو عرضي. ويأتي هذا الحريق بعد شب آخر مماثل يومه الاثنين أيضا بقنطرة واد الزخون بمدينة فاس، حيث أتت النيران على مساحات من الأشجار والأعشاب الجافة في المنطقة،